الأماكن اللي قامت الحماية المدنية بالقائمية عليها ما زالت الإمارات مشتعلة فيها، لأن نيران التهمت كل شيء في مركز مدينة القصاصين، إحدى الأراضي الزراعية التي تضم 5 أفدنة كانت تحتوي على عدد من المخلفات الزراعية، وكان يتم فيها تخزين أشجار شجر البرتقال كأخشاب لحين بيعها أو تسميد الأراضي مرة أخرى. حريق بدأ من قبيل أذان المغرب ومستمر حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل. 5 أفدنة التهمتهم النيران بشكل كامل موجودين في مركز مدينة القصاصين وبالتحديد قرية الدواويس التابعة لقرية أم عزام بقصيم جديدة بمحافظة الإسماعيلية، وتحديدا في منطقة البحوث. تواصل الحماية المدنية جهودها لإطفاء الحريق والسيطرة عليه لعدم امتداده إلى الأراضي المجاورة لي، ولكن الأرض تحتوي على كميات من المخلفات الزراعية التي تتكون من الأسمدة والمواد الكيماوية التي تساعد على الاشتعال بشكل كبير، مما أدى إلى انتشار النيران وارتفاع ألسنة اللهب بشكل سريع جدا في 5 أفدنة. ولكن حتى الآن لم يتم حصر الخسائر نتيجة الحريق، كما لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر بشرية. يتم تدوير طبعا الأشجار والمخلفات الزراعية، من أشجار معظمها الأشجار يتم إعادة تدويرها واستخدامها كسماد في الأراضي الزراعية. الأرض كانت تضم كميات من المخلفات الزراعية التي يعاد استخدامها في تسميد الأراضي الزراعية من خلال تدويرها مرة أخرى، كما كان يضم على كميات كبيرة من أشجار أخشاب شجر البرتقال. الحمد لله أنه تم منع وصول الحريق إلى الأراضي والمزارع المحيطة بهذا الحريق الضخم. الشبكة بطيئة، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ننقل الصورة لحضراتكم دايما في تلفزيون اليوم السابع. طيب معلش انا في الحقيقة دلوقتي هخلص وابعت لك قدر الممكن. الحريق استمر لاكثر من 7 ساعات، حيث بدأ من اذان المغرب حتى الساعة. وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق، ولكن لم يتم إخماده بشكل كامل. بادئين عملية الإطفاء منذ الساعة 7. الآن نحن الآن من منطقة الدواويس لمركز مدينة القصاصين الإسماعيلية، اشتعال شعلت النيران في 5 فدادين 5 أفدنة داخل منطقة الدواويس في أرض زراعية، في جهود مكثفة من الحماية المدنية من إخماد الحريق. بالفعل تمكنت الحماية المدنية من محاصرة الحريق بجانب المناطق المجاورة من المناطق المزروعة المنزرعة في الأراضي المجاورة. في الأراضي المجاورة بالفعل تمكنت من حماية الأراضي المجاورة المنزرعة بجانب منطقة الحريق، والآن في جهود مكثفة من قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتم بالفعل الدفع بسيارات إطفاء وسيارات ومعدات مركز مدينة القصاصين والشبكة الوطنية للطوارئ. والآن بيتابع الشريف أحمد بشارة محافظ الإسماعيلية إخماد الحريق من خلال الشبكة الوطنية بعنوان المحافظة. شكرا لكل متابعينا، كما معكم نورهان جمال من الإسماعيلية. سيد انت طلع في كل اللايفات، ما جيتش من اللايف يعني، عايزين مني فيديو. امسك شوية يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا في كل مكان، حديق هائل
في داخل 5 أبدنة زراعية بمحافظة الإسماعيلية وتحديدا بمركز ومدينة القصاصين بمنطقة الدواويس، يعني أكتر من 7 ساعات على هذا الحال. حديق نشب يعني يمكن بعد صلاة المغرب الناس فطرت فجأة، تفاجئوا بهذا بالحديق. الحديق كان عبارة عن 5 أفدنة متواجد فيها مجموعة من الأخشاب البرتقال، كانوا يعني صاحبها جايبها عشان إعادة تدويرها مرة أخرى لاستخدامها كمبيدات للأرض الزراعية. محاولات كبيرة من رجال قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية للسيطرة على الحديق قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة، يعني يمكن بعض الأراضي هنا المجاورة يعني عبارة عن يعني أراضي فيها مزروعة ومزارعين ليها طماطم وفراولة ومجموعة من الأراضي. يعني سيطرت قوات الحماية المدنية على الحديق قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة لهذا المكان اللي هو 5 أفدنة. بنقول لحضراتكم التفاصيل الكاملة، يعني تلقى الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية حادث بلاغ بحديق في منطقة الدواويس التابعة لمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. على الفور توجهت الحماية المدنية وعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وحاليا يعني تكثف الأجهزة الأمنية وتكثف قوات الحماية المدنية محاولاتهم للسيطرة على الحديقة قبل امتداده إلى الأراضي المجاورة. زي ما حضراتكم شايفين النار في كل مكان، يعني النار في كل مكان. ده مجموعة عبارة عن 5 أفدنة، يعني الآن ما زالت القوات الحماية المدنية تواصل جهودها في إخماد الحريق. سيد أنا مش فاهمك والله. يعني بنتابع مع حضراتكم حديق هائل في مساحة 5 أفدنة بمركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية وتحديدا بمنطقة الدواويس. يعني اتفاجئوا الأهالي والمزارعين بعد صلاة يعني المغرب بحديق في 5 أفدنة زراعية عبارة عن أخشاب من شجر البرتقال، يعني كانوا يستخدمونه لإعادة تدويره مرة أخرى استخدامه في الأراضي الزراعية كسماد ومبيدات. يعني على فور تم الدفع باكثر من سيارات يعني اسعاف وايضا سيارات اطفاء من قبل رجال الحمايه المدنيه بمحافظه الاسماعيليه، ومحاولات مستمره لاخماد الحديق.
زي قشر البرتقال، وكانت ايضا هناك قشر في المنطقه والتي ساعد على